السلام عليكم الناس الخوت، بارطاجيو كلشي بارطاجي. دابا غنهضر على واحد الموضوع اللي مهم بزاف، وانا غنشوف دخلوا بعد الناس دخلوا وغنهضر على واحد الموضوع مهم بزاف اللي عاد هضرت قبيله بارطاجيو باش نعمرو شويه باش نكملوا على ابو زيتر. نهضروا على ابو زيتر اللي دابا عاد عيط ليا واحد النمره، عيط ليا فيديو. نخليو يطلعوا الناس شويه وغندير واحد الفيديو، واحد الفيديو صغير ماشي فيديو، غندير لايف صغير غنساليه رابيدمون، مي غنقول فيه شي حويجات باش نوريو نشوفو هاد ابو زايتر فين بغا يوصل، وهاد دغا لي دغا غنوريهولو. باسكو سي امبوسيبل واحد يوصل لهاد المستوى اللي كيسب الوالدين وكي سب الدين، اللي كيقول لك انا مدين. دخلوا وبارطاجيو باش نهضر معاكم دابا رابيدمون. دابا عاد جاني تليفون من عند ابو بكر عزيتر وقال لي شي هضره لي اش نقول لكم، كيقولوها غير ولاد السوق. وحنا عارفين اصلا الاصل ديالو ماشي طيب، اصل ديالو بلا ما نهضروا ياك، والمستوى ديالو ديال التربيه ديالو عارفينه بينا ناقص بزاف، بزاف الناس ما كيعرفوهش بالحق. باش يعيط لي انا ويسبني ويسب لي الوالده ديالي ويسب لي الدين ديالي ويسب لي الهضره اللي قال، كم كيقولوها غير اولاد السوق، هضره من الصمته لتحت. كنتمنى دابا كيما عيطتي لي ابو زيتر، ابو بكر الزيتر، كيما عيطتي لي دابا عاد وسبيتي لي قلتي نعل الطا ديال امك ونعل هذا وهذا وهذا وهذاك داك الهضره الناقصه اللي كيقولوها الناس اللي ما مربينش بحالك، هاد الهضره انا ما نقبلهاش منك. وقلتي لي كتهددني بزاف، فهمتي راك غالط بزاف. بارطاجيو الناس، بارطاجيو باش نعطي واحد الميساج لابو زيتر، ابو بكر ابو زيتر، نعطيه له دابا اللي كيسحاب راسو حتى واحد ما يوصل له، سحاب راسو وصل كاين الله. دابا نقول لكم واحد الهضره رابيدمون، نقولها ابو زيتر ديريكت، بارطاجيو باش توصل له. ابو بكر عيطتي لي دابا عاد وكتسب لي في التصيله في مي في الدين في كلشي، ما خليتيش قلتي غتوريني غتربيني غتقول لي. اولا انا ما قلت حتى حاجه اللي ماشي هي هذيك، هضرت عادي داكشي اللي كاين قلتو، ما سبيتك ما هبطت بك ما درت والو. كليتي قتل هاد العصا باينه، كليتي قتل هاد العصا حيت قلت لك ما ترينيتيش. مي دابا بغيتي كتسبني وتقول لي انا غندير لك غنفعل لك، اش غدير؟ كليتي قتل هاد العصا معروفه، ما تشفناش بك، ما تشفناش فيك، غير داكشي اللي قال خوك ما عجبنيش. مي
باش تسب لي الوالده وتسب وتعرق ليا تعيط لي فيديو من نمره ما عرفهاش وانا كنت سايق غير جاوبتها كقصه غير ما بغيت نجاوب غير قص التليفون بغيت نهزو قصته باش تجاوب ذات صدفه ماشي مشكل خرجت في كمارتك شوف ابو زيتر راه ما في يديكش دابا بغيتي مي جبتي معايا هاد العيب هذا وانا ما كنبغيش نجبد العيب انا ما كنقول حتى حاجه ما كنقول حتى حاجه واخا تكون كاع ما عرفش ما كتسوى والو انا ما نقولهاش حنا مربيين من دابا نقول لك اش كتسوى ما كتسوى حتى زفته ما رياضي ما بطل ما حتى زفته بطل المانيا ما بطل العالم ما والو وهذوك الناس اللي كتلعب معاهم كلهم ميتين لا انت لا خوك بجوجكم هادوك الافداخ اللي كتجيبو باش تضحكوا علينا ما تضحكوش علينا يمكن تضحكوا على الناس اللي ما فاهمينش الرياضه مي حنا اللي فاهمين الرياضه هادوك الناس اللي كتلعبوا معاهم في UFC هادوك البطولات اللي ماشي بطولات وهادوك UFC راه كتلعب غير على ما يدخل داك كتلعب داك الماتشات على ما كيدخلوا الناس يتفرجوا في الطب بحال حبيب على ما تعمر القاعه تما فين كتلعبوا نتوما باش تقول لنا بطل العالم ما كاين والو ما تخلعوناش ما تخلوناش بهذا الشيء غير باش نقول لك راه حنايا خليناكم كبار ما بغيناش نوريو العيب ديالكم ما المستوى ديالكم هابط والعالم كامل عارفها والعالم كامل كيقولها غير ما كيقولها لكم في وجهكم حنايا حتى حنا المغاربه خصنا نكبروا بكم ما مي جبتيني انا وكتسب لي الطاسله ديالي وكتسب لي مي والدين ديالي انا غنوريك انا ما كنخاف من حتى واحد كنعرف الله سيدنا الله ينصرو بعيد على هادشي ما تبقاش تخلعنا ما كنتخلعوش حنا سيدنا مي عرفتيه عرفتيه بالصحه والراحه صاحبك خوك اللي بغيتي يدير سيدنا فوق راسنا وعينينا مي انت باش تجي تسبنا وصحابك ما حتى واحد ما يوصلك راك غلط حنا في دولة الحق حنا في دولة ديال القانون شنو بغيتي تحمى حنا في الجونجل ما تكونش غلط واللي كتقلب عليا تسيبني انا فين ما بغيتيني انا نكون ما عنديش مشكل مي تسب لي والديا غنوريك زعما صحابك بطولة هذا بهاد الفورمة اللي درتي دابا انا ندخل معاك الرين نطحنك انا بهاد الفورمة انا هاد شحال هادي ما ترينيت داكشي اللي درتي دابا انا ناكلك كتلعب علينا تقول لنا انا سالينا جبتيني غتسيبني غير باش نتفاهم انا وياك فين ما بغيتي نكون باش تقول لي انا تسب لي والديا وامي والدين على حيت انا درت كومنت عليك زعما شكون بغيتي تكون ما نهضروش عليك خصنا غير نحلوها لك ما باش نهضر عليك ما كاينش عوم بحرك واللي في جهدك ديرو كاين الله الوطن الملك وكاين ربي وانت ما كتسوى عندي انا تبصلة باش نقولها لك ما بطل ما تزفت بطل كما كيقولوها عليك ديال انستغرام وسالينا هذا الموضوع الله يعاونكم واللي كان شي حاجه انا مرحبا ما كيخلعني حد انت ما كتخليش قاع